والاسباب ديال ارتفاع دائره الاجرام كاين عدم الوعي، كاين البطاله، كاين الجهل، وكاين المقاربه الامنيه اللي ما وصلتش لذاك المستوى اللي كان نورمالمون خصها توصل ليه، بحيث الانسان الا ما كانش عنده باش يضمن القوت اليومي ديالو دونك كيتجه للاجرام والرفقه السيئه اللي كتجروا لهذا الاتجاه. ممكن دول عظمى اللي ديمقراطيه وعندها نسبه الاجرام مرتفعه رغم انهم عندهم ترخيص السلاح والدفاع عن النفس، فكتبقى عندهم نسبه الجريمه مرتفعه بزاف، زائد هاد سميتو الاتجاهات ديال الشباب للادمان والمخدرات كتسبب حتى هي في هذا الانتشار ديال دائره الاجرام وارتفاع ديال المستوى ديالها. بالنسبه لي كاين بزاف الاسباب، ولكن من الاسباب الرئيسيه ديال ارتفاع الاجرام هو المجتمع مابقاش كيدير الدور ديالو خاصه الاسره، وبالنسبه للعامل الثاني هو عدم التمدرس وارتفاع نسبه البطاله في المجتمع. تو سامبلومون انحطاط في اخلاقي، يقدر البطاله تقدر تكون، يقدر يكون الفقر، يقدر يكون الكونسوماسيون ديال لي دروغ، يقدر يكونوا بزاف ديال الحوايج، مي هادشي كامل سا جوستيفي با تدير لاكس ديال لاكريم، دونك سي اخلاق وصافي. هذا هو اللي كاين. الاسباب ديالو هو هادشي ديال المخدرات اللي كاينه والبطاله وهاد حقوق الانسان اللي معطيه للمجرمين. ايوا المواطن مهضوم الحقوق ديالو في الادارات وفي هادي، وتنشوفوا بالنسبه للمحابسيه عندهم يعني الحقوق ديالهم والمجرمين وهذا عندهم زعما الحق على المواطن. باش نقللوا من الجريمه خصنا دائما نشوفوا الطبقه المتوسطه. الطبقه المتوسطه تتكون ممكن على انها تعالج لنا شويه الموقف. كنلقاو بان الطبقه المتوسطه حتى هي ولات هبطات في المستوى ديالها، وبالتالي ما عندناش شي اليات اللي يمكننا نخرجوا منها الا ما شناش المجتمع شنو خصو شنو راه غايولي. كاين جانب الا بغينا فيها شق اجتماعي، دونك جانب تربوي وكاين جانب اقتصادي. الجانب التربوي هو ان عندنا قيم، وبالتالي راك ملي كانت عندنا ديك القيم حنا فرطنا فيها، التعليم ما بقاش كيأدي الدور ديالو كما كان. ملي لقى كون جو سو ساتيسفي سوسيالمون والتعليم كيطلع من لو نيفو ديالي انتيليكتويل، ما غادي نخش للشارع نهز موس ونضرب الناس. ملي غادي يكون عندي ان نيفو انتيليكتويل اسي الفي ويكونوا عندي ولي بوزوان ديالي سوسيو يكونوا ساتيسفي، ما غادي نخش ندير الاجابه. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.